السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بجمعة قسر قريب سطات، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات التنوري والجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال ابنات ولاد بتاريخ 16/2024 بدينا عادين وجبوا هذه هنايا، اللحمه حمراء وزينه والمليح والزين، وكما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين ونقولوا لجميع المشاهدين راه يصبر وما يخسر حتى حاجه. تبارك الله على السي عادل، مرحبا. وشحال الخيرات اليوم؟ قيمه 75 زيتون. وكي داير السوق اليوم؟ السوق بهذا البراد. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك يا معلم. قال لنا كي صبر الرعد كل واحد وكيفاش؟ كاين كل واحد كاين اللي اكثر من الحساب وكاين اللي هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. 75 باش فيه؟ اللحمه وري المشاهدين. اي الله يا ودي هاللحمه الحمراء والهبراء والخيرات، وما عندي ما نقول اسي عادي. الصاله النقيه ديال المعلميه. ما عندي ما نقول. تحيه للمعلمين في مكانهم. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك يا عادي. امين يا رب. هذا ابو شايب الراجل الظرافه وديما المليح، ديما اللحمه الحمراء والزينه كما تنشوفوا معنا في جمعه قيسر الرقم 116. ديما تشوفوا اللحمه، ديما اللحمه هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. ديما ما عندي ما نقولها سي بو شعيب. الهبره تبارك الله، ديما هالخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. وشحال مات يا سي بو شعيب اليوم؟ 75 درهم. 75 اللحمه كي دايره؟ تنوريوها لجميع المشاهدين. وتهي قناة الزيتون مرجان. مرحبا مرحبا، نحييهم كبار وصغار، اهلا بكم جميعا. رشيد نسيمي مرحبا مرحبا، انتم الحباب تاعنا الغاليين في قناة الزيتون مرجان وجميع المشاهدين تاعنا. هذا مصطفى صاحب بو شعيب هنايا. عيب ودحاج. بو شعيب ودحاج. ما صناش. واللي قال لي واخا ما تصيبنيش صبر لي البلاصه. مرحبا السي مصطفى مرحبا. وتهلايتي في هذا الراجل ولا والو؟ لا راه هو يقول لك. اش كاين؟ هو يقول لك. تهلا؟ قول لي واش مالي يقول ما ماليش؟ ويني اللحمه ما عندي ما نقول. والله ما نزيد. لا اللحم غالي اليوم. كان ب 14 انا نقول لك 14. 15 راك 15. والله ما نكتب لك. الشاق مال حصيص. مال حصيص. الحيمة طلعتك مليحة. ها؟ الحيمة مليحة. لا. ياكل الحب مليح. عادي ما نقول. الحب حمار وزيد. عادي ما نقول. عندو سرعة. 75 باش مالك؟ الله عليا 75. سهل. سهل اللحمة كي دايرة اسي. اللحمة كي دايرة. وليدي تما مليح. ها؟ داك وطر وليدي. سير الله يسلمك. وكلوا لك بالصحة والراحة. هيا 75 اللي كاينة. 75. حتى تبقى عنده حاجه مليحه. شوفوا الخيرات تبارك الله تاعت اللحم كي داير مليح، لا شحمه لا والو. المعلميه شوفوا كي دايره اللحمه، نوريها لجميع الحباب تاعنا. المعلميه وفين ما كانوا واللحمه تيقردوا فيها ب 75 درهم. بشحال باتي اليوم؟ 15100 صرف اليوم. 15100 صرف. والله القاسم. وبشحال غتبيعي حتى اليوم؟ 15 مية. 15 ياك صاق مال الحصيص؟ شقيتي مال الحصيص؟ لا. ما باش صاق؟ انا والعمر وبشعيب والدولي. اييه مرحبا. اييه. شكرا. اللحمه كي داير؟ قلت لي 15 مية والصرف. 15 مية و 30 ريال باش طايح علينا. ويلي راه ماركة. راه الماركة. ماركة كي داير؟ اييه. بعدي ما نقول شحال فوادو 80 82 زدتو 2000 اللي قال
انا ما بقات قناه حريفي ديالها والو. الله يبارك باقي حريفي ديالها. 15 حتى هذا صاحبنا فينا في جمعة كيسر حتى هما يخدموا جولة صغار كاملين كما تشوفوا، ولكن كاين اللي تيصاوب وكاين اللي ما يصاوبش من الدراري. اللحمة هادي عمرو ب 14 و20 بالجملة. كاليتي يا بوزي. 65 درهم دا 65 كيلو. 65 كيلو باز. دا اللحمة كي دايرة. بعدي بنقول الحصيص 14 و20 بوزيتون. 14 و20 وعلاش غليتي عليا انت قلتي 15؟ لا هو قال لي انا مروكين انا بيني وبينه وقت ينقص عليا شوية. عارف عارف. مرحبا بالحصيت. مرحبا بكم، مرحبا بمغربنا. ما ايه مرحبا مرحبا، الله يرضي عليك الحصيت، راجل القديم وراجل الاطراف. واخ. الخير اسي زيتون. تبارك الله. بشحال بيع عليكم هاد الخير؟ صافي صاحبي هذا ما كيخ ما بيني وبينه ما. لا لا. 75 75. لا يبيع لك قل 75. لا لا شديت نشد لي قيمة. لا ما تقدرش هذا هو. لا ما تقدرش هذا مالو بوحدو. هذا كنت زيد ما فيه شي حاجة كاملة. لا عرفت 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 ويني هو حساب وانتم. لا الحصيص اللي غادي يقول لي انتم كل شيء ما غادي تقول. احنا اللي ب 14 و20. 14 و20. اسمع الباترون اش تيقول اسمع. هذا الحصيص من الناس القدامى. من الناس المعلمية. والمليح ديما. وبعد ديما نقول الحصيص. مرحبا الله يبارك فيك. اهلا قريبة اهلا اهلا. تارك بينا. ياك بخير ناشطين؟ الحمد لله. شحال بعتوا اليوم الخيرات؟ 15 100. لاصقين ب 15 100. 15 ما يسلكش ب 15. هذا الريبي هنايا في جمعة كيسر. تشوف هذا الزيتون. اهلا. اطرافات سي محمد هنايا. معروف هنايا. والمليح. تيشري المليح، لا ما كانش المليح. بعدي ما نقول. قلبي خير. هاني شوي. تبارك الله. ها؟ لا المليح ديما، كل ما المليح انتم تجيو عنده، تعرفوا عليه هنايا. وبشحال بعتي لهم اليوم؟ 15 100. شو اللحمة كي دايرة هاي؟ هاكا راهم غاديين لصاحبي في الطيحة. صحته يتساهل يتساهل. صافي اليوم شيخو الرجلية عيط لك. صافي مكتب لي زيتوني برجلية. مرحبا 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 بالمجموعة. هذا مصطفى وحدي يدان هنايا. ضروبة مليحة هادي ها هي هادي كبيرة ولا اللي كتيشات ولا هو؟ أخرى بعتيها اللي كتيشات ضروبة مليحة. لو بشحال بعتوني؟ هجري باقا. خلعتوني وليتو تخلعوني أنا. هاي هاي هاي. وأنا خفتكم لا تزيدوا. تمام. فين؟ تبارك الله على حديد. وني ذبح الرق اليوم. ذبح الرب. وبشحال بعتي؟ 75. 75. وراه تيصبر وتنقص العظام وما يخسرش. شوف العظام اللي ناقص. تنقص العظام ظراف هذا راجل معروف. وانا شاطط لك عندك الرباع. وي ومزيانه كرتي الجلبان راه مال فرق ديره. الله ينورك. هذا راجل قديم هذا بكرين هنايا في جمعه كيسر. راجل من القدامى وراجل مخير واللحمه كي دايره حمراء وزينه تنوريوها لجميع المشاهدين. شحال بكرين اليوم؟ 15 100. تبارك الله على بكرين. بعدي ما نقول المليح كاين كاين ما يتكل. الله أحمد حمدي.
هاد الرجل تبع صديقنا هنايا في جبل كيسر عنده هاد الضروبه صغيره بزاف. شحال بعتي اليوم؟ تبارك الله اللحمه ما عندي ما نقول، اللحمه زوينه دوريجين ما عندي ما نقول. وكي داير السوق قال لي غالي اليوم. اها ومصطفى خوك عنده ضروبه زينه. اها هذا كوسور 100. المهم تي تتوبوا مرحبا.